أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كلمة حق. ما زلنا نحصي النقاط المضيئة على أرض مصر، ما زلنا نتحدث عن المشروعات القومية، المشروعات العملاقة، ما زلنا نتحدث عن دور رجال الأعمال في وضع بصمة في معظم المشروعات القومية العملاقة. من ضمن هؤلاء الرجال الذين وضعوا بصمة في مشروعات قومية عملاقة عدة، رجل الأعمال المصري محمد سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات طيبة المتحدة. أهلا وسهلا يا فندم، نورتنا. أهلا بحضرتك، نورت طيبة يا فندم. لو حبينا نتكلم يا فندم عن هذه القلعة العملاقة متعددة الأنشطة، أيوة، تقول لي إيه؟ هي بسم الله الرحمن الرحيم، هي مجموعة شركة طيبة عبارة عن شركتين حضرتك. شركة بتعمل في النشاط التجاري والمقاولات اسمها طيبة للتوريدات والهندسة، وشركة بتعمل في المجال الصناعي اسمها طيبة للصناعات المطورة. طيبة للتوريدات والهندسة شركة بتعمل في المقاولات تقريبا من سنة 88. اشتغلنا في مشاريع الحمد لله قومية ومشاريع كبيرة يعني، وبجانب الجزء التجاري اللي معها انها معها توكيلات، زي مثلا معنا توكيل من شركة إيطالية في الكابلات المتخصصة، معنا توكيل في منتجات الأرضي والحماية مانعات الصواعق. دي شركتين، شركة أمريكية اسمها هارجر وشركة تركية اسمها أمبر. ده تقريبا اللي بتعمله كشركة طيبة للتوريدات والهندسة اللي هي شركة المقاولات والتجارة. طيبة للصناعات شركة صناعية، وكان الغرض ما أنشأناها في الأول كان الغرض أنها بتقدم خدماتها لشركة المقاولات، لكن الحمد لله في 2009 خدنا مجمع صناعي في العاشر من رمضان حوالي 20,000 متر. طورنا من أنشطة التصنيع وضفنا فيها منتجات جديدة. احنا كنا بننتج لوحات الضغط المنخفض فقط، دلوقتي بننتج لوحات الضغط المتوسط، وبننتج المولدات، وبننتج وحدات الإضاءة، وعندنا صناعة وليدة أو حديثة هي صناعة الأرضي كمنتج مصري بدل ما كنا بنستورده. خلينا نتكلم فندم عن اهم المشروعات القوميه العملاقه اللي انتوا اشتركتوا فيها واللي انتوا بصدد العمل فيها حاليا واللي تم الانتهاء منها. احنا حضرتك بنعمل في كذا، في اكتر من قطاع. لو خدنا مثلا قطاع السياحه، احنا كنا في الفتره اللي فاتت دي بننفذ في مشروع مجموعه فنادق ريكسوس. دي المجموعة موجودة حضرتك في الغردقة، وموجودة في الساحل الشمالي، وموجودة في شرم الشيخ، من والفندق ريكسوس من الفنادق الكبيرة، ومصنف تقريبا كان في من مصنفات الفنادق العالمية الأولى يعني. كنا عاملين مجموعة فنادق هيلتون شاركس باي في شرم الشيخ، عملنا تقريبا 3 مراحل منه. في القطاع حضرتك الهيئات مثلا زي هيئة المشفيات، كنا عاملين جزء كبير في
معهد القلب اللي اتعمل في مكان المطار اللي هو المعهد الجديد. كنا شغالين حضرتك في مستشفى الجمهورية، حاليا دلوقتي في مشروع تبع هيئة المستشفيات برضو، حاليا بنعمل مستشفى هي برضو دي في الشرقية. في المجالات بقى اللي حضرتك الصناعية عملنا يعني حجم كبير من المصانع، احنا عاملين الفترة دي مدينة الدواء، وده من مشاريع العملاقة اللي من يعني مشروع كبير، فمسمينه مدينة الدواء مش مصنع الدواء. وعملنا أكبر مصنع زيوت في مصر بينتج زيت الطعام. عملنا برضو مصنع من أكبر المصانع لإنتاج العلف الحيواني. في المشاريع الجديدة بقى حضرتك موجودين في زي ما قلت ساعتك كده، موجودين في الجلاله وفي العالمين، بقول لحضرتك بشكل عاصمة الإدارية الجديدة. فانا بتعملوا في العاصمه الاداريه احنا معانا مشروع في الحي الوزاري، في بنعمل حاليا دلوقتي وزاره العدل مع شركه حسن علي. كلمتني من شويه حضرتك على ان انتوا اشتغلتوا في قطاع الشرطه، كلمني باستفاضة عنها. في قطاع الشرطة الحقيقة احنا عملنا مشاريع كتيرة معاهم الحقيقة من سنة 90 واحنا موجودين في قطاع الشرطة. على سبيل المثال كنا عاملين معاهم مسجد الشرطة اللي في العاصمة اللي في التجمع الخامس، عملنا مسجد الشرطة اللي في صلاح سالم، ومسجد الشرطة اللي في 6 اكتوبر. حضرتك عملنا معاهم تطوير لتقريبا لقطاع كبير جدا من الجوازات، وقطاع كبير جدا من الأقسام الشرطة، ومباني خدمية زي التأمين والمعاشات، زي الأندية والفنادق. عملنا مستشفى الشرطة اللي في الحي السابع في مدينة نصر، عملنا حضرتك إبراج الشرطة اللي في كوم الدكة، ودي إبراج عملاقة موجودة في اسكندرية. الحقيقة عملنا معهم مشاريع كتيرة جدا، وفي مشاريع طبعا سجون، سجن المنيا وغيره يعني. ده قطاع مع قطاع الشرطة. من ضمن المشروعات الكبيرة برضو كان المبنى اللي لسه مفتتحه السيد وزير الداخلية، جوازات اتنقلت الجوازات اللي هي اللي كانت في التحرير، في مجمع التحرير، اتنقلت في العباسية، وده مبنى على أعلى طراز. عايز أضيف كمان حضرتك إن احنا مع قطاع الشرطة كنا منفذنا المنطقة الصناعية الخاصة بقطاع الشرطة. المنطقة الصناعية كان الغرض منها إن هي تعمل تحقيق اكتفاء ذاتي لقطاع الشرطة. فكنا منفذين أكبر مصنع ملابس خاص بيهم، أكبر مصنع سفنج خاص بيهم، أكبر مصنع أحذية خاص بيهم، أكبر مصنع نجارة خاص بيهم. في دي منطقة صناعية كاملة كان الغرض منها أنها تعمل اكتفاء ذاتي لقطاع الداخلية. برضو في العاصمة الإدارية برضو احنا كنا عاملين فيها مشروع كبير اللي هو تشاينا ستيت، ودي إبراج هتبقى إبراج عملاقة، يعني هتبقى طفرة موجودة في مصر. هل تعتقد يا فندم ان الزيارات المكوكيه لسياده الرئيس لمعظم بلدان العالم بشكل عام ولافريقيا ورئاستنا لافريقيا الاتحاد الافريقي بشكل خاص انعكس على عمليات الاستثمار في مصر؟ مؤكد يا فندم، عشان تستثمر فانت عايز مناخ اقتصادي سليم، عايز مناخ امني سليم، عايز حضرتك علاقات مع دول تانية عشان تقدر تصدر. كل ده الحقيقة القيادة السياسية متمثلة في سيادة الرئيس مهيئها لنا. الحقيقة علاقاتنا تقريبا مع أفريقيا على أحسن ما يكون، وإحنا بنرأس الدورة الموجودة حاليا. علاقاتنا مع الدول العربية على أحسن ما يكون، عندنا حضرتك توفر مناخ أمني محترم. مفيش معوقات يا فندم بتقابلنا في هذا المجال؟ الحقيقة مفيش يعني مدينة فاضلة، لازم بيبقى فيه معوقات ولازم يبقى فيه حاجات، لكن يعني نقدر نتغلب عليها. المعوقات اللي انت حضرتك بتقدر تملكها بتقدر تغيرها، لكن يكون مناخ عام في دولة فيها عقبات وفيها ما فيهاش طرق وما فيهاش كهرباء ما فيهاش كده، هنشتغل ازاي؟ لكن الحمد لله المناخ ده طبعا اللي احنا فيه ده، احنا كرجال اعمال وكمواطنين احنا سعداء بيه. مدام حضرتك فندم ذكرت سيادة الرئيس، خليني اسال حضرتك سؤال مهم. سيادة الرئيس في كل لقاءاته بيتكلم عن المشروعات القومية، بيركز على 3 نقاط أساسية: أعلى جودة في المشروع، أقل وقت في التسليم، أقل سعر في المدفوعات. ترجمت هذا الكلام ده إزاي حضرتك في هذه القلعة الكبرى مجموعة شركات طيبة؟ احنا الحمد لله يعني كشركة اهتمينا بالجزء ده،
وعندنا إدارة كاملة للتطوير، يعني مش التطوير إن أنا أضيف منتج جديد، التطوير إن أنا أحافظ على جودة منتجي وأعلى بالجودة دي دايما باستمرار. خليني أخذ حضرتك لمنطقة تانية يا فندم، منطقة حساسة ومهمة، وهي مجموعة طيبة المتحدة. بعد كل هذه المشروعات وكوكبة هذه المشروعات اللي تمت على أرض مصر، هل اتجهتم إلى الدول الشقيقة أو اتجهتم للخارج أو قارة آسيا أو قارة أفريقيا؟ الحقيقة احنا يعني من بقالنا فترة كل الهم، حتى عملنا يعني خصصنا في الشركة إدارة تسمى إدارة التصدير، كان كل همنا ان احنا فعلا المنتج بتاعنا اللي صنع في مصر ده نبدأ، وخاصة انه مع القيادة السياسية اللي موجودة موصلاني مذللاني العقبات اللي انا اروح اقابلها هناك. فاحنا حضرتك حتى الان احنا صدرنا للسودان، صدرنا للجزائر، صدرنا لجيبوتي، واعتقد في دولة تانية لسه مش متذكرها دلوقتي. هناخد فاصل ونلتقي بتقرير على ارض الواقع من داخل هذه القلعة العملاقة، فإلى هناك فاصل ونعود. واحنا نزلنا لكم الوقت على أرض الواقع، هنشرح لكم كل حتة في هذا المكان، هيشرحها المهندس محمد سليمان رئيس مجلس الإدارة. تفضل يا باشمهندس. احنا هنا فين؟ ده الشروم بتاع الشركة. احنا شركة طيبة في المجمع الصناعي اللي بتملكه في العاشر من رمضان، بتقدم حلول كهربائية متكاملة بتبدأ من الجهد المتوسط. ففي الجهد المتوسط عندنا صناعة الأكشاك واللوحات الحلقية اللي بيسموها الرينج من يونيت. لو مشينا بالتدريج بتاع الحلول الكهربائية، بنطلع من لوحات الضغط المتوسط إلى لوحات الضغط المنخفض. إحنا معانا شراكة مع شركة شنايدر، إحنا من الشركات الباري البيلدر اللي موجودة في السوق مع شركة شنايدر، بنصنع كل اللوحات الخاصة بالضغط المنخفض من حضرتك لوحات الكنترول ولوحات القوة ولوحات الخطوط وما إلى ذلك، يعني من كل لوحات المنخفض. يعني لو تحركنا خطوة بعدها، بتلاقي عندنا حضرتك في صناعة المولدات، إحنا بنشتغل في أنواع معينة في المولدات، البيركنز والكامنز والفولفو. صناعة المولدات عندنا إحنا بنقدر بناخد اليونت بتاعة التوليد والمحرك، وبنقدر نجمع دول في شكل وحدة متكاملة، بنقدر نضيف عليها الساوند بروف اللي هي بتمنع كاتم للصوت اللي بتطلبها شركة الكهرباء وبعض الجهات زي المستشفيات وغيره. حضرتك أحيانا بنعملها في شكل متحرك برضو لتأمين المؤتمرات والحفلات والحاجات دي، بتتحط كلها على وحدة متحركة. دي كلها دي تصنيع بيصنع موجود في مصر أو موجود في شركة طيبة، متمثل في شركة طيبة. يعني الحلول التانية عندنا حضرتك الإضاءة، ان احنا بنصنع وحدات الاضاءة كلها، وطبعا الطفرة اللي حصلت في العالم وعندنا في مصر القيادة السياسية اكدت عليها، ان احنا بنشتغل في وحدات الليد بانل اللي هي موفرة للطاقة بكل بقى وحداتها واشكالها المختلفة. في عندنا صناعة في شركتنا برضو، دي صناعة واعدة وتقريبا ما مش موجودة في الشرق الاوسط غير بدأناها هنا في مصر، هي صناعة الحماية الأرضية اللي هي الإيرسينج. إحنا بعد كنا أو ما زلنا وكلاء لشركة تركية اسمها أمبير،
وشركة أمريكية اسمها هارجر، إلا أن الصناعة المصرية بتنافس الشركتين دول دلوقتي، وده منتج قدام حضرتك تقريبا. وكل المنتج ده فندم صناعة مصرية بأيدي مصرية، ده كله صناعة مصرية بأيدي مصرية، بتتفاوت نسبة الانتاج المحلي فيها من 60% ل 90%، في منتج الأرضي تقريبا بتوصل ل 90%، وهنحاول نوصلها ل 100%. يعني بالشكل ده احنا قدرنا فعلا نوفر عملة صعبة للبلد ونصنع بخبرائنا المصريين وعلمائنا داخل هذه القلعة في على أرض مصر. في منتجات قدرنا نوفر، من قول 90%، فأنا وفرت 90% من العملة الصعبة اللي كنت بدفعها في استيراد هذه المنتجات. واللي بنقول 60% فاحنا وفرنا فعلا 60%، لان بحتاج بعض الكومبوننت اللي انا بستورده من خلال شنايدر او من بعض الشركات اللي بتتعاون معانا في الخارج. هل احنا في الطريق يا فندم ان تزيد هذه النسبه وان احنا نستكمل كامل كل هذا الكلام داخل ارض مصر؟ عندنا خطه برضو ان شاء الله على مدار يعني السنه اللي جايه ان شاء الله هيبقى في نسبه كبيره جدا من المنتجات دي بنصنعها بيد مصرية هنا، وتبقى منتج كامل 100% إن شاء الله مصر. هل بتستعين يا فندم بخبراء من الخارج لتدريب المهندسين، ولا بتعمل لهم دورات تدريبية؟ الحقيقة يعني عملنا الاثنين، يعني الناس سافرت وشافت الشركات اللي احنا كنا عاملين معاها شراكة، وكنا في موزعين ليها، راحوا هناك وشافوا خطوط الانتاج وقدروا ينقلوا التكنولوجيا دي، وهم في بعضهم تعاون معانا، والبعض احنا قدرنا ننقل قدرات المهندسين عندنا والمعامل بتاعتنا ان شاء الله. ولكن كل المهندسين القائمين على هذه الصناعه مهندسين مصريين؟ كلهم مصريين وكلهم عناصر شابه، يعني تقريبا عندنا يمكن متوسط الاعمار من 35 لفيما تحت. ويمكن ده اللي بياكد على الشهاده الرئيس. طبعا لان الشباب عنصر المستقبل وهم امل المستقبل. والحقيقه دخلوا في تحديات كثيره في الانتاج وفي الحاجات دي، والحمد لله يعني نجحوا فيها بشكل كويس. مهندس محمد، احنا اتكلمنا عن وغطينا قطاع المقاولات بالكامل، كلمني بقى عن قطاع التصنيع وطيبة للتصنيع، كلمنا عنها باستفاضة. احنا كان عندنا منتج واحد ان احنا كنا بنشتغل فيه لوحات الضغط المنخفض. قدرنا نطور حتى لوحات الضغط المنخفض، ان احنا قدرنا يبقى في شراكة بيننا وبين احدى الشركات الكبرى اللي موجودة في مصر، شركة شنايدر. ومن بعد هذه الشراكة قدرنا نطور المنتج بتاعنا وقدرنا ننتشر في السوق، وحقنا احياء ادارات للتسويق وادارات للمبيعات، قدرنا نعمل طفرة في المجال بتاع مجالات اللوحات المنخفضة. في مجالات ضفناها ما كانتش موجودة، واللي سمح لنا بيها ان المجمع الصناعي بتاعنا الحقيقة حوالي 20,000 متر، فيساعدنا ان احنا نضيف منتجات تانية. فلجأنا لفكرة الحلول المتكاملة، ان يبقى عندي اكتر من حاجة كلها في مجال الكهرباء. فضيفنا الحقيقة برضو من 2015 او 16 ضيفنا حضرتك صناعة الضغط المتوسط، بنصنع لوحات الحلقية اللي ليها علاقة كلها بشركات الكهرباء، بنصنع حضرتك الاكشاك اللي هي الاكشاك التوزيع اللي بتحط في المشروعات وفي شبكة الكهرباء. ضيفنا حضرتك برضو مجال صناعة المولدات، بنشتغل في المولدات البيركنز والكامنز والفولفو. ضيفنا صناعة الإضاءة، ما كانتش دي برضو كنا بنشتغلها بشكل تجاري، فعندنا صناعة الإضاءة كلها بوحداتها داخل المباني وخارج المباني، كلها دي بتصنع في طيبة هنا. حضرتك ضيفنا صناعة تقريبا مش موجودة في مصر،
احنا اول شركه يعني الحقيقه ليها بادره في المجال ده، وهي صناعه الارث او الحمايه الارضيه. دي كنا بنستوردها من شركات عالميه تركيه وامريكيه. الصناعه دي بتصنع عندنا حاليا دلوقتي تقريبا بنسبه 90% او اكثر من 90% صناعه مصريه بالكامل. يعني نسبه التصنيع المحلي في الصناعات اللي اتكلمنا فيها كلها بتتراوح ما بين 50 و60% تقريبا. هل المنتج المصري فندم اللي احنا بنصنعه اصبح منافس لبديله في الدول الاوروبيه؟ الحقيقه فندم لو اتكلمنا عن لوحات المنخفض، احنا بنشتغل تحت رعايه شركه شنايدر. يعني المنتج بتاعي ده ما بيخرجش الا باختبارات شركه شنايدر ومتابعتها، وبيعمل عليها اوديت اول باول. فمنتج هو منتج عالمي، يعني منتج شنايدر هو منتج عالمي، فانا بقدر انافس بيه في اي مكان في العالم لانه هو المنتج بيحمل اسم شنايدر. وانا باني البردة لهذه الشركه. الحاجات المنتجات الثانيه اللي احنا حضرتك عملناها زي منتجات الارضي، احنا حضرتك اختبرناها في معامل سيرتي بارتي، ومنهم معمل الفلزات هنا في مصر، وده معمل عالمي، وخدنا بيها شهادات، ودي تقريبا بتساعدنا حاليا دلوقتي في ان احنا لما نصدر نقدر نصدر المنتج بتاعنا بكل اريحيه. حضرتك المنتج المنتجات التانية، احنا حضرتك زودنا المكان عندنا بمعامل، سواء في الاضاءه في معامل على اعلى مستوى للاختبارات، الميديوم عندنا معامل على اعلى مستوى لتختبر الاختبارات اللوحات قبل ما بتخرج، المولدات عندنا معامل لاختبارات الحمل وكاتم الصوت اللي هو الساند بروف، نشوفه بنحقق ولا بيحققش. كل دي اجهزه موجوده متوفره في شركه طيبه عشان نقدر نرقى بالمنتج بتاعنا ونقدر نسلمه واحنا كلنا اطمئنان. بطبيعه الحال يا فندم الطموح لا ينتهي. نعم. طموح المستقبل بالنسبه لك بيمثل في ايه؟ والله طموحنا يا فندم احنا حققنا جزء منه، ان احنا خدنا مجمع صناعي تاني كبير حوالي 27 ألف متر في كومباوند صناعي برضو، ده هنضيف فيه مجالات أخرى في مجالات الضغط المتوسط، وهو المصنع ده هيبقى مصنع لصناعة الضغط المتوسط بس. هنضيف فيه صناعة الموزعات والإس إف 6 والمحولات وصناعات أخرى يعني. وهنقدر بقى لما نعمل المصنع المجمع الجديد هنقدر نكبر بقى الصناعات الموجودة هنا، المنخفض والمولدات وغيرها يعني، وهنضيف صناعات اخرى تانية ان شاء الله هنا برضو لما المكان يحصل فيه توسعات يعني. بالتوفيق ان شاء الله. الله يخليك. قلت لي من شويه يا فندم قبل التسجيل ان احنا قدرنا بالتصنيع على ارض مصر نوفر عمله صعبه بالملايين لمصر، ونعتمد على العماله المصريه ونفتح فرص عمل للمهندسين المصريين. كلمنا عن الموضوع ده باستفاضه. احنا الحقيقه اتجاه الدوله كله واتجاهنا احنا حتى كمصريين دلوقتي بقى الفكر ده موجود، ان كل حاجه ليه ما نصنعهاش. فاحنا الحقيقه دخلنا صناعه الارضي، ده كنا بنستورده بنسبه 100% بكل منتجاته تقريبا. احنا حاليا بنصنعه بنسبه 90% ان لم يكن اكثر. وفر لي عمله صعبه كثيره جدا، شغلنا عماله مصريه. فاحنا بدل ما كان تقريبا في الشركه الصناعيه عدد العماله فيها حوالي 100 وشويه، تعدى دلوقتي حوالي 400 وشويه، بالاضافه للعماله اللي موجوده في شركه المقاولات والجزء التجاري. We'll be right back.
مهندس محمد سليمان، لو عايز تبعت رسالة لسيادة الرئيس تقول له ايه؟ يعني الرئيس انا اشكره الاول كمواطن من اللي انا ان معاناتي كمواطن ما بقتش موجوده، معاناتي من حيث الامن ان انا اخاف على زوجتي او اخاف على بنتي او اخاف على اسرتي، معاناتي ان انا حتى لو مش خايف امنيا فانا خايف من طرق بمشي عليها متهالكه وفيها مشاكل، خاف ان انا كهرباء تقطع عن بيتي واولادي لوحدهم، يعني كل الحاجات دي كان معاناه المواطن العادي. لحضرتك الكهرباء اللي كان عندنا عجز وكنا بنضطر نشغل مكاتبنا 3 ساعات ونريحهم 3 ساعات، كلنا حسينا بالوضع ده. عندنا وفره كهرباء بتقطع بالعشر ساعات، وفره كهرباء الدوله بتصدرها دلوقتي يعني. فالاصلاح الاقتصادي حضرتك ان احنا نفضل عايشين في قصه وهميه اسمها قصه الدعم، بتستهلك موردنا وبتستهلكنا برضو كمستثمرين، ده طبعا ده يعني كانت شجاعه وجراه من سياده الرئيس انه اقدم عليها، وعصور كثيره عدت ما يقرب من 60 سنه ما حدش جرأ انه يقتحم الموضوع ده. رئيس الحكومه المصريه الدكتور مصطفى مدبولي تقول له ايه؟ يعني ربنا يعينه في المجهود اللي هو اللي احنا كل يوم بنشوفه، وهو نفس فكر سياده الرئيس ونفس دعم سياده الرئيس، فاحنا كل يوم بنشوفه في مشروع وكل يوم بنشوفه، واحنا موجودين في المشروعات وموجودين في مواكبين الكلام، فاحنا كل يوم بنشوفه في مكان جديد، فيعني ربنا يعينه ويوصل بينا كده وهو سيادة الرئيس لبر الأمان، والمواطن المصري يبدأ يستريح ويشعر أنه هو مواطن من الدرجة الأولى. مين من السادة الوزراء اللي انت تحب توجه له كلمة خاصة؟ يعني هيبقى طبعا دكتور شاكر بحكم شغلنا في قطاع الكهرباء، أنا اشتغلت مع دكتور شاكر تقريبا من سنة 90 وأعرف من هو دكتور شاكر وأعرف حجمه، لكن الحقيقة إحنا يعني هو أبهرنا بأكثر من اللي إحنا نعرفه عنه في قيادته لوزارة الكهرباء، والنتاج اللي احنا شفناه حضرتك والطفرة اللي حصلت اللي احنا ما كانش حد يتصور ان الطفرة دي هي ممكن تحصل، بس انها تحصل في خلال سنة ما كانش حد يتصور ان ده ممكن يحصل يعني. فاحنا بنشكر طبعا سيادة الوزير وقطاع الكهرباء اللي احنا بنعمل معاه كله، بنشكرهم طبعا من القيادات والإدارات اللي احنا بنشتغل معها الحقيقة. لو حبيت توجه رسالة أخيرة وهي رسالة خاصة توجهها لمين؟ بوجهها الفريق العمل اللي شغال معايا الحقيقه، مش هطلع بره الشركه، معايا فريق عمل يعني بعتبرهم دايما يعني الثروه الحقيقيه اللي انا شغال بيها، هم اللي خدوا الشركه من شركه حجمها صغير وصلوا بيها انها الحمد لله شركه طيبه معروفه في السوق ولها ترتيب معين في قطاعات كتيره، ده الحقيقه كله في مده يعني في مده الاستثمار وعمر الاستثمار في مده تعتبر قليله جدا يعني. مهندس محمد سليمان رجل أعمال مصري، الكلام مع حضرتك محتاج لحلقات وحلقات، ولكن للأسف وقت حلقتنا انتهى. اسمح لي أن أنا أشكرك وأقول لك أنت كنت ضيف عزيز علينا، نورتنا وشرفتنا وأسرتنا بمشروعات قومية عملاقة. شكرا لحضرتك. شكرا صاحبي، ربنا يخليك، فيكم كتر خير سعادة. وفي نهاية حلقتنا بنشكركم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، على أن نراكم في حلقة قادمة من برنامجكم كلمة حق، انتظرونا. كان معكم رجب إبراهيم، إلى اللقاء.